في واحد اسمه بسام، امير بسام. امير بسام ده عضو مجلس شورى الجماعه، عضو مجلس شورى الجماعه. ماله يا عم؟ امير بسام اتخانق خناقه كبيره جدا مع مين؟ مع محمود حسين. مين محمود حسين؟ الامين العام لجماعه الاخوان. اتخانقوا على ايه؟ على مساله فقهيه؟ اتخانقوا على خطه لاعاده الاخوان للمشهد؟ لا. امال اتخانقوا على ايه؟ اتخانقوا على فلوس. فلوس ايه؟ فلوس التبرعات. قد ايه؟ 34 مليون. ايه اللي حصل؟ محمود حسين امين عام الجماعه، الراجل الكبار ابو دقن بيضه وتقي وورع، تفلت من عصر الصحابه. ماله؟ سرق 34 مليون جنيه من اموال التبرعات اللي جاي للجماعه. جاي من مين؟ جاي من قطر وجاي من كذا ومن كذا. ليه؟ قال لك الفلوس دي خدوها يا عم محمود، محمود حسين ومكتب الارشاد التنظيم الدولي، عشان تنتجوا فيديوهات قصيره تثير الشائعات في مصر. ايه؟ 34 مليون جنيه ادوهم للاخوان عشان ينتجوا فيديوهات، الفيديو دقيقه بيتكلم على شائعات تضرب الانجازات والمشروعات الكبرى في مصر. فاكرين الفيديوهات اللي يجيب عيال دمه خفيف كده، ولا عيال يقعد يتريق على قناه السويس؟ فاكرين يقعد يتريق على العاصمه الجديده؟ الحاجات دي مش معموله كده من ولادنا وغيره او حد، لا لا لا. الحاجات دي تم انتاجها بتمويل قطري للاخوان لانتاج فيديوهات وصفت بانها قصيره لا تتعدى دقيقتين، لتشويش وتشويه الانجازات اللي في مصر عشان الناس تكره المشروعات. 34 مليون جنيه. مين اللي خدهم؟ محمود حسين. عمل ايه محمود حسين؟ خد الفلوس اشترى بيها عربيه بي ام، واشترى بيها بيت، واشترى بيها معرفش ايه، وقال لهم الفلوس صرفناها في تشويه بعض الاشاعات لتشويه الانجازات في مصر. تعالوا نسمعوا جزء من التسجيل الصوتي لامير بسام اللي هو عضو مجلس شورى الجماعه، وهو بيعترف وبيقول لو عايزين يرفدوني يرفدوني، لو عايزين يمشوني يمشوني، لو عايزين يفصلوني يفصلوني، انا خلاص طهقت وكرهتهم وقرفت منهم. ده مين؟ عضو مجلس شورى الجماعه امير بسام يا اخوان. تعالوا نشوف. اقول لحضرتك على حاجه، محمود الدكتور محمود حسين لما جه في اخر الجلسه واعترف امامكم جميعا انه اخذ ما ليس له حق، هو والابياري والاستاذ ابراهيم منير والاستاذ بحيري، وقال فعلا شقق كتبناها باسمنا، ولم يتكلم احد حقيقه يعني انا زهدت في الناس اللي موجوده. ما تزعلش مني بقى ادام انت حضرتك عايزني اصارحك، يعني حسيت انه قدامك اهو الكلام اللي بيتقال اعتراف بيه، اعتراف امامكم انه اخذ ما ليس له حق، اعتراف امامكم ان هذه الاموال بددت، ايه تكتب باسمهم شقق وعمارات، وفي نفس الوقت في اول اللقاء بيقولوا احنا بنشحت عشان نعمل حقوق انسان، عشان نعمل لجنه حقوق انسان، ويلا شدوا حيلكم وتبرعوا. في اول اللقاء تبرعوا ولموا لنا فلوس، وفي اخر اللقاء خدنا ملايين ولم يتكلم احد. وما يقول له اسمه الاخ منصور لا العربيه مش معاهم، يقول له لا العربيه تبعهم، يعني بيطلع لنا لسانه. ولم يتكلم منكم احد، ولم يتحدث منكم احد، اعترف قدامكم ولم يتكلم احد يا دكتور محمد. حقيقة أنا زهدت إن أنا أكون في وسط هذا الجمع، مع احترامي الشديد لحضرتك، أنت على راسك من فوق، على راسي من فوق، وبقية الناس على راسي من فوق. أنا زهدت فعلا. إيه هيعملوا إيه؟ يجمدوا يجمدوا. أخذت لك هم عندي ليسوا محل أي اعتبار الآن، لا هو ولا إبراهيم منير ولا الناس دي كلها، ولا ليهم اعتبار، ولا أعتبرهم قيادتي، ولا قراراتهم تمثل لي أي شيء. وهذه رسالة أرسلها لإخوانك اللي أنا بعتها، اللي ببعتها كما هي لإخوانك. أخدت بالك؟ عايزين يفصلوا ويفصلوا ويعلنوها على الملأ، عايزين يجمدوا يجمدوا ويعلنوها على الملأ. أنا كنت فعلا ناوي ألسم الجرح وإن أنا ألم الموضوع، ولكن لما اعترف قدامكم كلكم ومحدش عاتبه فقط، ففعلا زهدت في هذا الأمر، وزهدت إن إحنا أمشي بقى تحت هذه القيادة اللي تمد أيديها لأموال الناس وأموال الإخوان، وفي الآخر لا أحد يحاسبها. اعتراف خطير، بل اعتراف يمثل الاعتراف الأخطر على ما يجري داخل النخبة العليا في الجماعة اللي موجودين في تركيا، بياخدوا فلوس وبيسرقوها، اختلفوا مع بعض، الراجل كفر بيهم، قال أنا ما عادش بعتبر حد، ولا إبراهيم منير ولا محمود حسين ولا كلهم حرامية. يبقى أمير بسام ولا بسام أمير بيوجه رسالة لشباب الإخوان وقيادات الإخوان، لقد كفرت بكم، لا رغبة لي في أن أتعامل معكم، افصلوني لو شئتم، لا يشرفني ان اكون منتميا لهذه الجماعه. وانا بقول للناس
كل معلومة بقولها عن الإخوان وكل حكاية أو قصة بقولها عن الإخوان حقيقية 100% وتمثل حجة على من يسمعها.